أسعد الله أوقاتكم بكل الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. هذه نشرة الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء. هذا اليوم نتوقع أن يكون هناك ارتفاع على درجات الحرارة في عموم المناطق، وتسجل في العاصمة الرياض 24 درجة مئوية مع أجواء صافية بوجه عام ومائلة للدفء في ساعات النهار. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى والصغرى في مدن ومحافظات المملكة، نبدأها شمالا من تبوك، تكون العظمى فيها 22 إلى 10، عرعر 17 6، سكاك 20 إلى 8 درجات مئوية. غرب المملكة مكة المكرمة 32 إلى 21، طائف 25 إلى 12، جدة 30 إلى 22، والمدينة المنورة 28 إلى 16 درجة مئوية. جنوب غرب المملكة تكون في جازان 28 إلى 24، 21 إلى 11 في أبها، والباحة من 18 إلى 12 درجة مئوية مع فرص يوم الثلاثاء لزخات محلية من الأمطار. شرقا في الإحساء تكون 25 إلى 10، الدمام 25 إلى 11، وفي حفر الرباط من 24 إلى 8 مع أجواء مستقرة. أما في المناطق الوسطى تكون في العاصمة الرياض 24 إلى 12، بريدة 25 إلى 9، وفي حائل من 23 درجة مئوية في ساعات النهار، تهبط ليلا إلى 7 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا يوم سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.